للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أستاذ أنيس، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا يا فندم، تحياتي لحضرتك. ما هي الأثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع رأس الحكمة، وتحديدا طبعا انعكاسها على الاقتصاد المصري؟ الحقيقة أنه مشروع ضخم، وأعتقد أنه جاء في توقيت هام جدا بالنسبة لوضع الاقتصاد المصري. بكل تأكيد يا فندم، أولا في تأثيرات آنية مباشرة، ويمكن دي حصلت الحمد لله خلال الستة أشهر الماضية، وهي ضخ مبلغ 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر 24 مليار دولار سيولة نقدية جديدة، وتحويل 11 مليار دولار من الودائع اللي كانت موجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، وبالتالي ده أدى إلى رفع هذا المبلغ من إجمالي الديون اللي مستحقة على مصر. ده أدى إلى انتعاشة كبيرة واستقرار في سوق سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي طول الأشهر الماضية، أدى إلى ارتفاع يعني احتياط النقد الأجنبي المصري لأرقام هي الأعلى تاريخيا، قرب 47 مليار دولار بعد ما كنا عند 35 مليار، وأدى إلى انخفاض إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر من 168 مليار دولار إلى 152 أو 153 تقريبا الآن. وبالتالي ده عمل طفرة نوعية، أو ضخ هذه الاستثمارات عمل طفرة نوعية في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري بشكل آني مباشر، وده اللي حصل في أول ستة أشهر أو في ستة أشهر الماضية. ده أولا. ثانيا، الاقتصاد المصري له طبيعة معينة، احنا نمتلك شيء من كل شيء لكن مش بكثافة كبيرة. بمعنى ايه؟ احنا عندنا بترول، عندنا نفط، عندنا معادن، لكن مش بالكثافة الكبيرة. لكن الأهم إن احنا عندنا أراضي بمساحات كبيرة وفي مواقع مهمة جدا، سواء كان على ساحل البحر الأبيض أو ساحل البحر الأحمر. الأراضي دي لما بنعمل عليها التطوير بتاعها بترتفع قيمتها من، هنقول اختزالا كده، من متر بجنيه إلى متر الألف جنيه مثلا. نعم. وده اللي حصل بالفعل في منطقة رائعة جدا كمنطقة سياحية وكمنطقة عمرانية متكاملة اللي هي رأس الحكمة، كان ما فيش فيها هذا العمران، ده بتتحول الآن عبر هذه الاستثمارات إلى مدينة سياحية وعالمية متكاملة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وده هيبقى له تبعات اقتصادية كبيرة جدا، لأنه هيزيد من حجم نشاط قطاع السياحي بشكل مباشر. ده أولا. ثانيا، هيدخل أنواع السياحة ما كانتش موجودة عندنا الفترة الماضية زي سياحة اليخوت. ثالثا، أن أنت حضرتك لما بتنشئ مدينة عالمية بالمقاومات الحديثة في موقع غاية في الأهمية زي ده، ده في حد ذاته هيؤدي إلى اكتساب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات معينة، زي قطاعات التمويل، زي يبقى في مقرات إقليمية للشركات الدولية وخلافه. وبالتالي ده اختصارا بيزيد من رقعة أو من طرطة الاقتصاد المصري، وبيؤدي إلى كافة المكاسب الغير مباشرة اللي بتنتج عن ذلك. يمكن حضرتك ذكرت تأثير هذا المشروع على القطاع السياحي، وتحديدا يعني مسألة تنويع مصادر الدخل السياحي في المرحلة القادمة على مصر، ولكن برأيك الأثار المتوقعة للمشروع خصوصا على السكان المحليين، ويمكن أبرز يعني أو نموذج من هذه التأثيرات ربما تكون مسألة زيادة فرص العمل بشكل عام، وتحديدا في هذه المنطقة طبعا. بكل تأكيد، عادة يا فندم لما تتوجه استثمارات معينة لمناطق جغرافية معينة، بيبقى سكان هذه المنطقة هم أول المستفيدين من هذه الاستثمارات الموجهة إليهم، لأن المستثمر بيبحث عن أيدي عاملة. بالضبط كده، أيدي عاملة يكونوا أقرب ما يكون إلى موقع الإنشاءات أو إلى موقع الاستثمار، وبالتالي دائما أهل المنطقة هم بيبقوا يعني أصحاب الفرص الأكبر للحصول على فرص عمل في هذه الأنشطة المقامة حديثا في هذا المكان. الأهم إن الأنشطة دي بتبقى أنشطة جديدة على المنطقة، وبالتالي بينتج عنها تطوير في قدرات هؤلاء الأفراد وقدرة أكبر على الحصول على دخل أعلى، لأن ده بالنسبة لهم نشاط اقتصادي جديد وحديث عليهم غير اللي هم معتادين عليه، وبالتالي بيبقى له عوائد اقتصادية أكبر عليهم. برأيك أستاذ محمد، كيف ستستفيد المناطق المجاورة لرأس الحكمة
بعد الخطوات المتتالية التي تؤخذ لبداية المشروع ومع بداية المشروع، وكيف يمكن أيضا الاستفادة من ما يحدث؟ بكل يعني بكل بساطة، فور الإعلان عن مشروع رأس الحكمة وصاحب الصفقة الاستثمارية الكبيرة، حصل طفرة سعرية في كل الأماكن المحيطة بموقع رأس الحكمة، لأنه اتضح حجم الاستثمار الكبير الضخم وحجم الطفرة اللي هتحصل في هذه المنطقة، وبالتالي بالتبعية حصل إعادة تقييم لكل الأصول العقارية والأراضي المحيطة بهذا المشروع. ده في حد ذاته أمر جيد إذا افترضنا أن هو ما فيش مبالغة في هذا التسعير، خاصة أن ما زال لسه في أماكن شاسعة وأماكن مفتوحة كبيرة جدا ما بين رأس الحكمة وصولا إلى مرسى مطروح والحدود المصرية الليبية. ما زال يمكن تكرار هذه التجربة الناجحة كتجربة إنشاء مدينة رأس الحكمة في هذه الأماكن، وده يعني هيعمل طفرة كبيرة جدا، مش بس طفرة اقتصادية للاقتصاد المصري، لكن هيعمل إعادة توزيع للنشاط العمراني في مصر، وده أمر مهم جدا. التوجه للساحلين سواء كان البحر الأبيض أو البحر المتوسط، والتوجه إلى شبه جزيرة سيناء بكثافات عمرانية كبيرة، ده هيؤدي إلى تغيير خريطة عمرانية إحنا متوارثينها بقالنا آلاف السنين. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، شكرا لحضرتك.